بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. درسي إنه ما أنت وحكب اللبنة آيادة كنتن إيا اللبات سورة آل عمران إلى وحولي: فلما قرتي أحس أو أغادو ضريمي عيسى نبي عيسى منهم ريبن إسرائيل أو كدر يمي الكفر قال لماذا؟ قال وحوري: من أنصاري ييتها عدة إيقر قاري ساهي إلى الله، متجها حالنا متكو جهيسا أكسي جيدا إلى الله سبحانه وتعالى الحقيس. قال الحواريون حواريين تي يددك أساق خاص كوها وأساق أقر قاري هي وحيدهن، نحن أنك أي أنصار الله إلهي غرغاريا شي سيئه يكوي دينتي سيئه غرغاري، آمنا ورميني بالله ألان رميني واشهد مرقاتيك النقو بأننا أنه مسلمون إننا مسلمين إننا. وعنكو سوء دجرين لي تفسير كي سورة دي إهد سورة آل عمران غارهان ماشي إلهي سبحانه وتعالى أوه ورمعي قصدي نبي عيسى عليه الصلاة والسلام إيهو يدي إيهو للاشدي أو نبي عيسى للشي إيهو سيابه للشي إيهو حبيه نبي عيسى ودتك كلها. waxaan noo dambeeyay iyadoo loo bishaareeyay Maryama oo loogu bishaareeyay Nabi Ciise (alayhi salaatu wasalaam) dhalashadiisa iyo Nabi Ciise sifooyinkiisa wax kamid ah sheegid loo sheegayo iyo waliba markii uu soo baxo dadka soo u waani doono warramid looga warramay Maryama. Nabi Ciise markii waa u yimid dadkiisi waa dhashay, dadkiisina waa u yimid, khayrkii iyo wanaagiina waa u sheegay, khayrkii iyo wanaagii markii dambe waa ay dafireen. Marka intoo diyo badnet way inkireen nabi waa beeniyeen, markii wax yaro fara ku tirisa laga reebo. Markuu ogaaday Nabi Ciise (alayhi salaatu wasalaam) inay kufri iyo xumaan go'aansadeen, dadkii si guud u la hadlay, wuxuuna weydiistay gargaar loo gargaaro iyo garab istaag dadku ay garab istaagaan si diinta Ilaahay loo difaaco. Dadkii markaa dad yaro kamid ah u jawaabay, Ilaahay markaa wuxuu yiri: falama goortii axassa uu ogaaday oo uu dareemay Ciise Nabi Ciise minhum ربنا إسرائيل الكفر قال لماذا مركو كدر يمي يحمانتي أي ملايقين يحمانتي أي قعانسدين. قال وحوري: من أنصاري؟ أنصار تيدوييهين واي عدة إيقر قاري ساهي إلى الله اللي حقيس يا إيقو قرقاري يا إلى دين الله يا إلى الدعوة إلى الله، أما متجها وذاهبا الى الله يا ايغر غارايا ييهن ددك ايغر غاراهي متجها حالنا ميدو جهيسنايا وذاهبا احمد اادايا الى الله الا حق سبحانه وتعالى. قال الحواريون حواريينتي مركه waxay dhahan نحن انغا يا انصار الله الهي انصارتي سيا وحاو جوابين من حواريين ليرا حواريينتو وكو النبي عيسى عليه الصلاه والسلام غرغاراي غرغارياشا حواريين تليرادا الحواري والناصرك هذه الجمعية حواريون و إيو كوي حلكي ساها أو حلكي دادكي حلقي نبي عيسى جوغ عليه الصلاة والسلام أها يا خواستيس إلا يمركو حوري. قال الحواريون حواريين تي وحيد هن إيو كوي أوغر غارا يا نبي عيسى أو حلك سحابتي ساها نحن أنك أيا أنصار الله إلهي أنصارتي سي كو إلهي أوهي لنا يأه إلهي هلو مباهنة محالك ودا كو دينت الله أوهي لنا يأه ونبي جيس أوهي لنا يأه أنك أه يدن هيغن أنك أه آمنا ورمين بالله الله رمين أي وشهد كمر قاتك وغاو نبي عيسو بأننا مسلمون إنا نهي نوان مسلمين أوهو قانسن أو إلهي دينتي سأوهو قانسن موكو راعي. ربنا وحيدان ربنا يا ربنا ربي غينو آمنا ورمين بما شيء أنزلت أسود جدي واتبعنا وانا رعنا الرسول الرسول كي عيساها فاكتبنا نقر مع الشاهدين شاهدين تمعودا نقر وادو عيستين حواريين تي يا نبي عيسى عليه الصلاة والسلام وحيدان ربنا يا ربنا ربي قينو آمنا ورمين بما أنزلت وحي أسود جدي وإنجيله يا وحي كور ريبا واتبعنا وانا رعنا الرسول الرسول كي أسودرتي وعيساها عليه السلام فاكتبنا نقر مع الشاهدين كوا مرقاتك عاية أو إناد كليغا عبادة مضانتهي كم مرقاتك عاية ماشا كوا زكوكو قرينهين إلهو نقو قر
culimada qaarna waxay dhahayeen faktubna nagu qor maca shaahidiina shaahidiinta ma cooda noqoro ummadda nabi maxamed oo qiyaamaha ku marqaati kici doonta ummadaha kale ilaahayow kuwaas meeshay ku qoran yihiin nagu qor ilaahay marka wuxuu yidhi wamakaru waa ay dhakreen wamakara allaahu ilaahayna waa dhakray wallaahu allah ayaana khayru lmaakiriina intii wax dhagarta u khayr badnaaday id waqti ayay dhakreen qaala allaahu alla uu yidhi yaa ciisaa ciisow innii anigu mutawafiika kii ku hurdisiinaya ayaan ahay oo waraaficuka ku kor yeelaya ilaya aniga xaggeyga kuu kor yeelaya wa mutahhiruka kaana dahiraaya oo kaa nadiifinaya min alladiina kuwii gacmahoodii kafaruu gaaloobay wa jaacilu alladiina waxaan ahay mid ka yeelaya kuwii tabacuuka ku raacay fowqa alladiina kuwii korkoodii kafaruu gaaloobay ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamaha laga gaarayo uma intaa kadibna ilaya aniga xaggeyga ayaa marjicukum noqodkiinnu ahaaday fa axkumu wa aan xakuma baynakum dhexdiina fiimaa shaygii aan ku kala xukumaa dhexdiisa kuntum aad ahaydeen fiihi shayga dhexdiisa takhtalifuuna kuwa isku khilaafsa takhtalifuuna kuwa isku khilaafa nabi ciise calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay uu soo diray reer banu israa'iilna loo soo diray reer banu israa'iilna markii hore kitaabkii towraadaha u dhex yaalay qaar ku dhaqmaya qaaraan ku dhaqmina ay iskugu jireen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markii nabi ciise soo diray ee intoodii badneed waxay dafireen nabi ciise inay rumeeyaan markii dambena nabiga waxay u maleegeen makriya dhagar beenin uguma sinan oo hadday nabiga inta beeniyaan warkaada waa diidna ay dhihi lahaayeen oo intaas ku ekaysalahayeen niman un gaalnimo jooga keliya ahaa lahaayeen ee sidaan dhowr marba soo marnay waxay ahay nimankaanu niman ku imtixaaman oo ku beleysan laynta iyo gumaadka ambiyada ilaahay la gumaado waxay go'aansadeen nabiga inay dilaan nabi ciise calayhi salaatu wasalaam si marka ikhtiyaal ku jiray damcay nabiga inay u dilaan duulaani kusoo qaadeen gurigiisii yimaadeen nabiga calayhi salaam albaabkii soo istaageen inay waxay go'aan ku gaareen nabiga uusan maanta nabad bixin oo nabiga nabi ciise laga takhalluso makriyii marka maleegeen ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa uu makre ayaga laftirkooda oo nabiga meel uusan ka malaysayni rabay inay ka dilaan ayagiiana halaaka dhex dhacay waxay u soo direen nabigii nabi ciise ahaa nin soo arka oo guriga ugu taga oo been u soo sheega oo yidhaahda reer banu israa'iila bannaanka kuu tuuran iyo waxgaradkoodii iyo ugaasyadoodii iyo cuqaashoodii waxayna go'aansadeen inay ku rumeeyaane kaale shahaadada ka dhagayso si nabiga suu ordaa uu soo baxo waa nabi ilaahay di see loo siraa ilaahay waxyoonaa subxaanahu wa tacaala ninkiiyo guriga soo galay ninkii markuu guriga soo galay uu nabi ciiseba raadiyey nabi ciise waa waayey ilaahay yaa nabi ciise qaatoo samada u qaata dhaladii gurigaa la dalooliyey nabi ciisea laga baxsha cirkaa loo haatiyey ilaah uu haatiyey subxaanahu wa tacaala hadduu gurigii ka waayey ninkii waa uu soo baxay ninkii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa awooddiisa muuqaalkii nabi ciisea waxaa loo yeelay ninkii la soo diray laftirkiisa aa muuqaalkii nabi ciise loo yeelay nimankii nabi ciise dili rabay markay soo galeen guriga ama ay ninkii bannaanka ku arkeen ayay waxay u qaateen inuu nabi ciise yahay mid walba wuxuu isiri uusan kaa baxsanin isaguna waa isma oga in uu suuraddiiyo muuqaalkii nabi ciise leeyahay isagoo warramaayo oo leh wa ninkii waa soo waaye leh oo gacmaha kale rogaaya aaseefaa lagu bilaabay oo qayla dhaama war maxaa idinku dhaca leh ilaa ninkuu muuqaalkii nabi ciise u leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa ninkii ugu sheydaansanaayo loo soo diray inuu nabiga qabarkiisa keeno nabiga soo siro kow ninki haddii ninkii la dilay ayagii waa isfiiriyeen oo colkii ninaa ka maqan waa ninkii maqnaa aawe lawaa dadka qaara waxaa laga yaabaa inay isdhihi karaan oy dhahaan ninkan waa ninkii un ku qaldannay haddii ninkii un ku qaldannay uu yahay waxay dhahan haddana aawe ciise sida guriga waa ku jireen cadadka tirada dadkii meesha joogay oo nabi ciise calayhi salaatu wasalaam iyo intii soo duushay markii la fiiriyo qofaa maqan mid mayduna waa yaallaa marka waa wareereen dadkii waxyaabaha la sheega waxaa ka mid a in marka fidna iyo fawdo ka dhex dhacda arrintaas sababteed oo la yidhi ninkii uu ka dhashay yacnii qabiilkii ninku ka dhasha iyo waxaa dagaalka dhex dhacay iyo intii kale oo ninka dishay se ninkii la dilay nabi ciise maa calayhi salaatu wasalaam marka calaa kullin meeshaas waxaa ka dhacay jab iyo halaag ay reer banu israa'iil ay jabeen oy halaagsameen nabi ciisena ilaahiya subxaanahu wa tacaala dhulkaba ka qaaday samadaa la geeyey ilaa yowmina haadaana nabi ciise samaduu degayn sida axaadiista mutawaatirada ku timidna nabi ciise aakhiru zamaanka ayuu soo degi doonaa dadkana isagaa xakumi doona
دينتي إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد كوسو دجيونا كو حكومي دونا دجالنا وادلي دونا كدبنا مركاس ودما دونا عليه الصلاه والسلام إلهي مركا و خويري ومكروا واي مكرين واي دكرين ربنا اسرائيل نبي عيسى ومكر الله إلهينا واو دكرايغا والله الله خير الماكرين انت وحد دغرت ميدك وخيرك بدن ايو اهاداي اذ وقت اي دكرين نبي عيسى عليه الصلاه والسلام قال الله الا اويري يا عيسى عيسى اني اني متوفيك ميد كردسينا يا ايانا التوفيق هردده وا لوغي مغعابا الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها اله سبحانه وتعالى قفكو markii hurde nafteeda waa la qaada marka waxaa lagu magacaaba ofsi lagu magacaaba marka ilaahay wuxuu leeyahay nabi ciise wuxuu ilaahay ku yiri oo u waxyooday saatan markay banaanka albaabkiisa gurgiisa banaankiisa markay soo tuurteen oo go'aansadeen inay dilaan nabiga inni aniga allah ah ciise mutawaffika mid ku hurdisiinaya ayaanahay wa rafi'uka kuna rafcinaayo ku kor yeelaya ilay aniga xaqeega ku kor yeelayo maadaama anigu aan koreeyo حقيقاً كوكوري يلا هو سماوات كان وحكاية دجينا ومطهروك وحانا هاي ميدكو طهيرايا وكان نظيفينايا من الذين كوي قعمهو دي كفرو قالو بي وكوان قعمهو دي مكسو قارايا وجاعلوا الذين وبشارة ضنب وجاعلوا الذين وحانا هاي ميدكي يلا يكرقا يكوي اتبعوك اذيقا كراعي واذيقا كوهي اللي فوق الذين كوي كركو دي كفرو قالو بي الى يوم القيامة الى قيامها لقا قاراي oo ansarta ama nasaarada ayaa waxay waligood ka awood badnaanayaan la yiri yahuuday ka awood badnaanaya waana wax waaqic ah hadda jira oo gaalada laftirkooda kuwa nasaarada ah iyo kuwa yahuuda ah waxa mar walba xoog badan oo qalabada iska leh kuwa nasaarada ah qalabada iska leh caalamka hadda la joogo anka wasaas wadamada reer Yurub iyo Ameerikaanka waxaan la leeyahay kulligood nasaara waa intooda badan yahuudu maal yar iska go'doonsanta marmar ay ugu garab siiyaan mahan inta kale wax sa mustadcafada waa yahuuddu iska xaqiro iska liido waxa kale kuwa nabi ciise raacsan oo raaci oo galabada mar walba ayaga la siinaa waxa kale lagu fasiray ummada nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam si ummada nabi maxamed ah xaqiiqta nabi ciise raacsan kaleey salaatu wasalaam oo rumaysan wajaa'ilu alladina kuwina mid ka yeelay ayaan hay tabacuka adiga ku raaci fawqa alladina kuwi korkooda ka faru gaalobay ila yawm alqiyama ila ma anta qiyama laga gaaro ku ku gaalobay korkoodan ka yeelayna oo way ka adkaanay ku ku gaalobay thumma inta akadimna ilay aniga xaqeega aya marjicukum noqodkiina oo ahaday dadow lamaan cid anbiyada ilahay disha iyo anbiyada ilahay iyo cidi xaqa raacda iyo xaq cidi xaqa beenidaba noqodkiina xaqeega ayuu ahaday ilahay yiri fa xukumu wa an kala xukuma huwa an gar soora baynakum dhaxdiina فيما شيء يعني كل حكومة دحديسة كنتم عاد هيدين الدنيا ده فيه شيء دحدي سبب تختلفون أكو أسكو خلافه عيسى أو كم دي هلفت الكيس إيشان نجيس فأما الذين أكو ما ترتا كفروا قالوا بي فأعذبهم وعذابا عذابا عذاب أو شديدا ضرا في الدنيا الدنيا ده والآخرة آخرة ده وما لهم وما نصنان من ناصرين وعدوا جرجرتاه وأما الذين أكو ما ربتا آمنوا رميوا وعملوا سمي الصالحات فيوفيهم وأوصينا أجورهم أجردوا ده يا أمال مردو ذا الله والله ألانا لا يحب الظالمين ظالمين تا إلهي مجعل الله إلهي سبحانه وتعالى وحقوه رمي ماشان دادك سوءك الأمال مرين أيو مركو الشيغي دادك دمو إني إساق أصوى الله من أيان أيو هادان وحو الشيغي دادك سيدا لولك الرقم إلهي مركو حيري فأما الذين كوي ميربتاك فروق قالوا بي فأعذبهم إلهي كوا سواء عذابا عذابا عذاب وشديدا ضرا في الدنيا الدنيا كو عذابا والآخرة آخرة دحيدة وما لهم وما نسقنان من ناصرين وحو غرغاراه وأوهي الليه يا وحو إرقيو إرقيو ذا الأغبلاء قال هذا سوما سقنان وأما الذين ميات ربتا كوي آمنوا رميه وحي للربي إلا رميه وهو عملوا سميه الصالحات عماشا ونوناكسا فيوفيهم ووؤفنا هو ورما استرا هو سينا أجورهم أجردو ذا يأجورتو ذا يا أمال مردو ذا وأوصينا إلهي والله إلهينا لا يحب مجعل الظالمين ظالمين تيقال ذا إلهي مجعل ذلك كاس نتلوه وانكو أقرينينا عليك دوش هذا من الآيات حال وآياتك كمديها إيو الذكر الحكيم ذلك كاس إلهي سبحانه وتعالى مد كاس يقصوين كان لقاقا صورنا ونبي عيسى يهو يدي يزكريكو صابسا نتلوه وانا أقرينينا نبي محمدو شيقاس
عليك دوش هذا كوا خرينا إنهم كعك قصونا إن من الآيات حال شيء جس وكمدي هاي آيات كأي وحيابها على ماذا هو نبي نماذا هذا هاي اللي هدي عن لجوه حيونين وحاس ما هذا أوجا كراتين والذكر حال وكمدي هاي شيء جس ذكري هي قرآن كي الحكيم حكمة ضبطنا أو محكم كها إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إن مثل عيسى عيسى تساليه سيسي فديسو عند الله ألا أكتيسى كمثل آدم آدم أو كلا أيوه هذا خلقه إلهي وأبوري آدم من تراب عن رأيه كأبوري ثم إنت أكدبنا قال له حويري كن أهاو آدم فيكون وانا أوهانا شيقي وهذا نبي عيسى عليه الصلاة والسلام وقصيدي سيان كسو ورنيو لقصو ورمي قصيدي سي وحاكو فتنة اسنا ضد بضن dadkii waa raacsanahay lahay anki ikmidiin oo kuwi waa raacsanahay lahay qaabki u fidnaysnaayeen waxa kamidahay inay aaminsanaayeen qaar kood inuu yahaba ilaahi wiilkiisi iyo ilaahi qayb kamid inuu ah meshash shubhadu uga dhalatana waxay ahayd awi aabihi su'aal saasay marka keenay suuradana waa soo marnay awalkeedu waxyaabahi la sheegay waxa kamida awalkeedu inuu ku soo dagay nasara wafdi najran أما وفد نصارى نجران نجران ماشي اللي يراهدو نصارى دي دي جيرتي وفد دي دي يا وفد دي كي من نصارى داس وفد دي وفد دي كسوع دي نصارى داس ايا سورة دا انت بضن اول كيدا لوغا ورمها ليري اول كيدا يقيبها هورا انت بضن وحيوي مركز سؤالها هو كينان وحكمي داها مركز لوغا ورمي نبي عيسى عليه الصلاة والسلام قابكو اها يسو كل الشي ايا وحي دان هدوس الهي يهين اما ويل الهي اوصاهين او ابيه ومد الهي ابيه هو يسكر عليه أو عنق أبي إلهي مركو حويري إن مثل عيسى عيسى تساليس يسفديس عند الله ألا أكتيس كمثل آدم آدم أو كلاو آدم ولا مدي هاي وحلا ياب لماها بل آدم كياب بضان خلقه إلهي آدم وأبوري من تراب عرو كأبوري أدنك سؤالشان كتشواب اللي هو أو النبي آدم أبي سيهو ييس أو سكدعف أدنك ميت أبال عانا كريات شيئي دينا والله يا بنتي هنا oo inuu saabalayn dirtiid aad u dhahdeen ilaahay ayaa dhale aw nabi aadam (alayhi salaatu wasalaam) abhi hooyadii hawaas aw hooyadeed iyo wixii dhale khalaqahu ilaahi wa abu aadam min turaabin arruka abu rithuma inta kadibna qala lahu wuxuu alla u yiri kun ahaw fayakuna ay fakaana waana ahad shay walbo ilaahi kun ahaw u yiraahdana waa ahana nabi ciisana wuxuu kamid yahay dadkii ilaahay u yiri ahaw bila abin waana ahaday wax la yaab lana ma alhaqu هو سو يوحن كاغا ورنا الحق وشيء حقها يضبطها ومن ربك كهذه فلا تكونها هاني النبي محمد من الممترين كو شكي ميد كميد هاني ريب بن اسرائيل شبه دودي وحيابه قرافات كاي شيغاي ان بدون كميد مركي لغا جوابي قصدي يو دب اه داي اه يا سيدي النبي عيسى عليه الصلاه والسلام ودشى حالكي سو هو هانا نبي لوغا ورمي ايا وحا لي الحق اي هو شيء ان كاغا سو ورنا الحق وشيء حق او ضبطها او رنتها oo min rabbika rabbiga xaqiisana ka ahaday oo wax walba ku saabsan gaar ahaan nabi ciise xaaladiisa ku saabsan ee falaata kun ha ahaani nabi maxamed cid walba min al mumtariina kuwa shakiye mid kamid ha ahaan nasaaraduna waligood waxay isku dayayeen inay dadka ka dhaadhiciyaan in nabi ciise alayhi salaatu wasalaam wiilki ilaahay yahay ilaahay uu yahay shubhooyin fara badan ay dadku ku furaan shubhooyinkaas dartoodna dadku u nuglaadaan in badan oo kamid waan hadda waaqica waxa taagan oo dadka iska daayay dadkii Soomaaliyeed ee muslimiinta ahaa ee wadamada gaalada aaday in badan oo kamid looga soo dhaadhiciyay in Nabi Ciise (alayhi salaam) oo Ilaahay yahay ama wiilki Ilaahay uu yahay Ilaahay marka wuxuu yiri falaata kun ha ahaani Nabi Maxamed cid walba min al mumtariina kuwa shakiye mid kamid oo shubahda nasaaradu yay ku galin Ilaahay marka wuxuu yiri faman haajjaka cidii kula dooda fihi Ciise shaanigiisa kugula dooda min bacdi maa kii kadib jaa'aka ku yimid oo min alcilmi cilmi iyo qur'aana فقل وحتى هذا تعالوا كاري ندعو ويرينا أبناءنا إلمها النجا يو أبناءكم إلمه النبا يو النساء أنا دمرك النجا يو النساءكم دمركين يو أنفسنا نفتينا يو أنفسكم نفتينا ينفيهن ثم أنت أكدبنا نبتهل وتكتمينا وتضرعينا واسدلينينا فنجعل وحنيلينا لعنة الله إلهي لعنة ديسة على الكاذبين كوا بيانا لياشا كركودي haday warjoojiyo ayaan marka nasaaradu iyo ahlul kitaabku
markii looga waramay nabi ciise alayhi salatu wasalaam qaabka uu dhashay iyo wuxuu ahaa iyo inuu addoon ilaahay ahaa iyo rasuul ilaahay inuu ahaa kadib markii arintaas loo cadeeyo loo faahfaahiyo kadib hadday jooji waayaan war iyo dood iyo qarrac ay jooji waayaan waxaa la leeyahay kaalay marka waa habaaramaynaa waxaana habaaraynaa ciddii been ku sheegaysa nabi ciise alayhi salatu wasalaam shanigiisa waxa ku saabsan ahlu kitaabka xaaladdu markii halkan mareena waa joogsadeen waxay dood wadaanba markii halkan arrintu ay marayso waa ay ka joogsadeen inay nabiga calayhi salaatu wasalaam bannaanka la tagaan oo ay nabiga calayhi salaatu wasalaam la habaartamaan habaartanka la habaartamaana wuxuu yahay in marka hore horta muuqaal tadaruca la muujiyo ilmaha bannaanka lala tago dumarka la wato cid walba ciday u kalsoonta ay wadato dadka ishabaarahuna ay bannaanka iyaguna iskugu tagaan ilaahaya la tuugaa waa la isbihinbihinaa kadibna waxaa la leeyahay ilaahayow arrinta aan isku haysanno cidda beenta ka sheegay ilaahu lacnadaada dusheeda yeel oo halaag reer banu israa'iil waxay ogaayeen hadday saas yeelaan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam taas ay ku ajiibaan oo ay falkaas la sameeyo inay halaagsamayaan dhammaantood arrintu markii halkaas maray marka waa joojiyeen oo waxay dhaheen doodii iyo wixii aan wadnay dagaalkii waa joojinay jizyaan iska ogolnaa waa islaamnana ma aysa dhihin annagoo iska gaala ah oo sidanada iska ah jizyaha nagala qaaday dhe ilaahay marka wuxuu yidhi faman xaajaka ciddii kugula dooda fiihi ay fii shaani ciisaa ciise shaanigiisa iyo xaalkiisa waxa ku saabsan ciddii kugula dooda min bacdi maa kii kadib jaa'aka kuu yimid oo min alcilmi cilmiyah oo qur'aan ah oo shaaniga ciise ku saabsan faqul waxaad tidhahdaa tacaalow kaalaya haddii dooda jooji waayaan se afka weligii af qoyan ahaanay iskaga warramayan dadkaanuy afkoodana awalan qofutolayna marka dood ma joojinaya mar walbe haddii markii wax loo caddeeyey kadib ay dood jooji waayaan faqul waxaa ku tidhaahdaa nabi maxamedow tacaalow kaalaya reer banu israa'iil iyo nasaaroy nadcuu waan u yeeraynaa abnaa'anaa ilmahanaga iyo wa abnaa'akum ilmihiinaba bannaankaa la wada geynaa wa nisaa'anaa iyo dumarkanaga iyo wa nisaa'akum dumarkiinaba u yeeraynaa wa anfusanaa nafaheenna na waa u yeeraynaho waa saaraynaha laga wadaa naftanadana meesha waa la tegaynaa wa anfusakum naftiinana meesha waa la tegaydaan iyo nafihiinna maxaa la samaynaa uma intaa kadibna nabtahil ibtihaal ayaan samaynaynaa iyo isbihinbihin tukmada alla la tuugaayo la isku bihinbiyo allaan tuugaynaa waan isbihinbihinaynaa fanajcal waxaana yeelaynaa markaas kadib lacnat allaahi ilaahay lacnadiisa calalkaadibiina kuwa beenaalayaasha ah oo nabi ciise shaanigiisa ku been sheega aan lacnada alla dusha uga ridaynaha haddaad run sheegaydaan soo diyaar garooba kadibna gacmay taageen abeed ayay dhaheen gacmay taageen laakiin ma islaamin ee jizyadii ogolaadeen ilaa yowmina haadaan haddii taas la yidhahdo waa bannaanta markii khayrkae wanaagga loo bandhigo hadday diidaan ibtihaal bannaanka u imaada in la yidhaahdo iyo islacnadid la lacnadaayo ciddii been ku sheegaysa nabi ciise calayhi salaatu wasalaam waxa ku saabsan darsigeennuna maanta halkaas noo joogo wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam.